القانون طبقته هيئة الحشد من رفضت هذا الاعتقال، وتعاملت قيادة الحشد وقواه والقوى السياسية التي وقفت بوجه السيد الكاظم وقالت بالحرف الواحد أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وأمر إلقاء القبض على السيد الحاج قاسم مصلح وفق خلاف السياقات القانونية، وبالتالي ألزم السيد الكاظم بتسليم السيد قاسم مصلح إلى هيئة الحشد الشعبي، وأرغم لأن الأمر غير قانوني، مو لأنه قادة الحشد لم يلزم ولم يرغم يريد إضعاف الدولة، لم يلزم ولم يرغم حتى أرغم اللحظة. أمس حامد هو والقوة أرغم وألزم، وأنا شخصيا قابلت الحاج قاسم مصلح في هو موجود في هيئة الحشد الشعبي وفي مكان محترم، وهناك جهات قضائية مرتبطة بالهيئة الحشد الشعبي متعاونة مع القضاء الأعلى. قائد لواء الطفوف ما زال في عهدة العمليات المشتركة حتى هذه اللحظة أستاذ حامد؟